أسامة أنا علقت سيارتي وأبغى أطلع، هذا اللي راح يكون في مقطع اليوم. طيب يا جماعة الخير، هذا الغراز اللي كنت أنا أبغاه، هذا الغراز اللي يحذرون منه. حرفيا علقنا في البر، فقلنا شوفوا ترى علقت السيارة كاملة من إلى، كيف راح نطلع نفسنا من هذا الغراز بعدة أشكال حرفيا. طيب يا جماعة الخير، شوفوا كيف غرزت السيارة، شوفوا مكان ذا امتلأ، شوف السيارة كيف اللوحن أفطس بعد. طيب كيف راح نطلع السيارة من الغراز هذا؟ ترى غراز مرة ضخم مرة كبير، كيف راح نطلعها لو كنا في البر نفس كذا؟ راح نسوي عدة محاولات. طيب المحاولة الأولى يا الربع، راح ننسم أول شيء الكفرات. أول ما يصير لك الموقف هذا نسم كفراتك، لا تخلي كفراتك الله يسلمك مليانة. تعد كذا، تجيب لك حصى، أي حصى من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، تجيب لك حصى بسم الله وتنسم. يا سلام، علقت السيارة بالكامل، شوف الدفرنس كيف عالق. تمام. طبعا هنا راح تكون أول تجربة وش تقول؟ تقول تحفر الجهة هذه وتحفر الجهة الثانية اللي هناك. راح نبدأ نحفر. طيب أول شيء نحفر من هنا، أنا جايب مسحات، أنت بيدك عاد أنا عشان المقطع. نحفر كذا. نشوف المنطقة اللي عالقة فيها. ها نحفر. يا سلام. هنا المكان فل حرفيا. هذه اول طريقه حفرنا ونشوف هل راح تطلع او لا. شغل السياره، ما اشتغلت. تخيل تطفى بالبحر. لا اصبح البطاريه خربان كمان. تخيلوا تخرب، تخيلوا معي انا بربع خالي خربانه، تخيلوا عشق الجير بواحد خفيف، نطلع خفيف. كذا نروح قدام شوي ونرجع. طيب يا جماعة الخير، شوفوا ما طلع، حرفيا عالق. الآن افسخ فنيلتك، إذا كنت لابس فنيلة افسخ فنيلتك بنفس الأسلوب ذا، تستغرب صح؟ طيب ركز معي، بعد ما تفسخ فنيلتك أبغاك يا طويل العمر
تاخذ الحزام هذا وتقصه اذا معك سكينه، تقصه وتاخذه معك. تمام، احنا جايبين حبل بداله، جايبين حبل. وش راح نسوي؟ راح اوريكم ايش راح نسوي الان. اقسم بالله الفكره ذي رهيبه بعد ما شفتها. اول شيء ركز معي، بعد ما تصفط نيلتك تمسك الكم هذا وتصفطه، تمام؟ تصفط الكم هذا كذا، تمام؟ تصفط بقوه وتشدها. نروح الله يسلمك الكم الثاني هذا اللي فوق، لا او شيء الثاني، ثواني نصفط الثاني وبرضه نشده. بسم الله. نجي هنا مع هذا، قاعد تسجله، نجمع هذا اللي فوق، نربط الاثنين مع بعض عشان ما ينسم، عشان تطلع نفس الكيس القوي، والقماش يعتبر قوي ترى. تمام، نخليه كذا. بعد الله يسلمكم وش نسوي؟ كذا ننزل هنا، تمام، نعبيها تراب، نعبيها تراب بالشكل هذا. تعبت هي الآن تراب، نزودها بعد، نزودها تراب. الحين هي تعبت تراب. فيه ثنتين طريقتين، تمام؟ إن شاء الله أنها ما تنفك من تحت، يا سلام تتحمل. الحين نربط التيشيرت، نربطه بشكل قوي. بسم الله بسم الله، نربطه مرة ثانية عشان ما ينسم، إن شاء الله أنها ما ينفك يا رب. بسم الله بسم الله. بعدين نجيب الحبل، نخلي هذه هنا، نجيب الحبل، بعدين نجيب الحبل نفكه بس. بسم الله، نجيب الحبل يا جماعة الخير، فك الحبل، نعد نشوف، نقول ممكن طول الحزام، ناخذ طول الحزام، هذا طول الحزام مثلا، تمام، ناخذه ونقصه، تمام. بعد ما نقصه يا الربع، ناخذ هذه نحطها فوق الكفر، تمام، نحطها كذا فوق الكفر. بعد ما نحطها فوق الكفر ندخل بربطة كذا جميلة، نحاول نجيب الحبل من جوا كذا. ركز معي كذا، يا سلام، نجيبها كذا. لازم نربطها بقوة يا عيال. أوه الحين يا عيال وبنات. طيب نربطها بقوة، ولا ربطة ثانية قوية بس، ثواني. بسم الله، تمام، شدة الأولى، نربطها مرة ثانية من هنا. بسم الله، قرب قرب شوي، تمام، نربط الربطة الثانية. طبعا هذه تنحط في الكفر اللي يدور، الكفر اللي يدور بوش، اوكي. خليك بعدين. تمام صح؟ بغت تضبط هي. اي هي بغت تضبط. شفت شال امه. حلو. المشكلة وين الان؟ المشكلة ما معي فنيلة ثانية، اطلع لي هنا. لو اعبي فنيلة ثانية بنفس الاسلوب، وين المسحات؟ خلنا هذا بس بنسحته بمسحات. شايف كيف طلعته من هنا؟ هاي هاي سوالف راشد هاي. يطلع اقسم بالله شفته. يقول لك ان لخمت هذه، هذه الطريقه اوكي صح، هذه صح اسامه. وش الحين وش الطريقه الحين اسامه؟ نفس الجهه الثانيه. طب اصبر، وين تبي؟ عند ذيك ولا ذيك؟
تدري ليش البداية ناشف؟ ناشف الفنيلة ضاغطة، كنت تبي رقاها ما قاعد فهمت؟ لا 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 ها من ايش؟ طالع طالع ناظر هنا، قاعد تصور؟ تصور هنا؟ شوف شوف كيف طلع من هنا، شوف كيف طلع، ترى عالق الدفرنس حرفيا، الدفرنس اللي عالق. الآن ايش راح نسوي؟ إذا هو الموضوع هنا نحط خشبة بس بسيطة. شوفي بتدخلها ولا لا؟ طيب ما في مشكلة، نجيب المسحات ونحفر من جديد. صدقوني لو أفنيلتين راح تضبط. شوف يا جماعة خير، تقطعت الفنيلة اللي هنا ولكن نعبيها مرة ثانية، نعبيها مرة ثانية لأن الفنيلة جودتها زكة الله يكرمكم، ولكن نعبيها مرة ثانية. مو نعبيها دقيقة، في شيء ثاني والله يمكن يضبط ولا قد أحد سواه. تعال وقف تسجيل. طيب يا طويل العمر، أنت مهم الكفرات هذه، ولكن إذا حصلت الاستبن عندك نزلها. بسم الله الرحمن الرحيم، نزلها. لا هذا الكفر أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسك الله. ساتر والله ثقيل كله تراب. بسم الله، هذا ندفه لين السيارة. والله ثقيل. بسم الله، لازم ندفه كذا مايل عشان يطلع التراب. تمرين ذا. طيب يا جماعة الخير، هذه الخطوة الثانية، احفر وفك كفر الاستبنة، احفر من الكفر اللي قدام من هنا. تمام، نحفر بس نمهد له، بس نبغى نمهد له فقط لا غير. طيب دام هو عالق شو نسوي؟ نجيب الحزام اللي اتفقنا انه هو حزام، اللي هو الحبل. نجيب الحبل ونفكه، نرخيه يا جماعة الخير، نرخيه ونروح عند الكفر. بعد ما نروح عند الكفر ركزوا معي، نجيب هذه كذا، هذه بس خلنا نوزنها. اوكي، من هنا نجيب هذه كذا، نربط الكفر كذا، اوكي؟ بعد الله يسلمكم نحاول نسحب الكفر في المنطقة هذه اللي تحت، بغانا نحفر زيادة. طيب جماعة خير، هذه الفكرة الثانية بعد ما برحنا. تمام، نسحب الحبل اللي هو الحزام، حزام الأمان. تمام، ندخله هنا. تعال قرب شوي. ندخله هنا، اوكي؟ بعد نسحب هذا كذا، شوفوا. هذا نسحبه كذا. تمام؟ نخلي الكفر مربوط بالطريقة هذه. بعد الله يسلمكم وندخل الكفر تحت. بسم الله بسم الله، ندخل الكفر كذا تحت. ها طبعا الكفر راح يكون صغير شوي. ها بعد نجيب هذه، نجيب هذه هنا، شد هذه اللي شدناها نحطها على الكفر كذا. تمام، ثواني نحطها كذا. اوكي طيب، او لا ما نحطها كذا، ما نحطها كذا، نجيبها عند القريبة. ركز معي، نجيبها هنا عند القريبة. نربط الكفر من قريب اقرب منطقة، نشده بس. بعد الله يسلمكم نربط ربطة ثانية. بسم الله،
خطة ثالثة. الحين ممكن لو نعقدها بس هني. بسم الله ربطناها. بعدها شغل السيارة. بطارية طيب نشغل. يوه صور هنا بالله. شوفوا شوف العلقة اللي تحت. صور اللي تحت كيف كان عالي. شوف كيف والله العظيم يمكن هذه أصعب علقة ممكن تشوفونها. شوفوا هنا هنا مكاني ممكن لين هنا. تخيلوا ان هذا كله في الأرض. كيف طلعناها ورنيه بالطرق هذه. طيب ما تحركة بعد خير نسينا نصور صورة المقطع. بنعود نغرز مرة ثانية وإذا علقنا من وين مغرز فيه؟ صبرت عليك روشي. مش تغرز هنا؟ ما في مشكلة. تبي تغرز هنا؟ لا هذه بالغلط. انت في بلكة وسهمة في حصى. تبقى دبابة يا جماعة خير عادي كل أهل. يا أسامة ذا أنا أكلتها. ها وين؟ إيه ليش قاعد أسجل أنا أصبر. بدأت تصور. جرب طريقة من الطرق. إيه بدأ. مو منجرب. لا بطلعها غصب. كفر مو كفر تطلع. اذا طلعت تحطون لايك وتشتركون. ما اشتغلت. لا يا شيخ. خلصنا المقطع. الحين يا جماعة الخير اتمنى اني فدتكم. والله انا عارف مقطع اليوم خارج السيت اب. فكرة غريبة مرة صح. ولكن حبيت افيدكم يا اخي. ما ابغاكم تموتون. أخاف عليكم يا أخي. أحبكم يا أخي. حب لا يعلم به إلا الله. طبعا أنا ما أغرب.